ايضا اسماء فخر الدين. اهلا بحضرتك. اسماء، هبتدي بيكي. انت شقيقه اميره، وانا لما كنت بتكلم على الموت، اميره ماتت من العنف، أميرة ماتت من الضرب. ماتت من الضرب. احكي لي حكايه اميره. أميرة كلمتني، كان يوم 5/8، قالت لي دراعي مش قادرة أحركه، أنا تعبانة جدا، أنا عايزة أروح أكشف. طبعا راحت كشفت، وقعدت أنا مع البنتين، عندها بنتين توأم عندهم سنتين، قعدت مع البنتين. راحت كشفت ورجعت، كان بدت يخش عليها دور سخونية بتاع كل ده، أنا معرفش إن هي مضروبة أصلا، وطبعا هي ما بتقولش إنها بتتضرب. مش باين عليها؟ باين في تعويرة في دراعها، وفي كدمات في الايد وبتاع، على اساس ان الدراع مش قادر يتحرك. فالزوج قال اتخبطت، وهي خافت تحكي لي، يعني حتى اما بسالها وعماله احاول يمين شمال في الكلام، بقت عماله تداري في الكلام، وبعدين بعدين 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 بعدين. كبيرة اختك الكبيرة ولا الصغيرة؟ اختي الصغيرة، انا مربياها على ايدي، اصغر مني ب9 سنين. ف كان عندها كام سنة يا اسماء؟ 31. أميرة عندها 31 سنة، وزي القمر زي ما احنا شايفين في الصورة. هي كانت حلوة قوي، هي كانت حلوة كل حاجة. المهم يعني هي بدت تسخن ويجي لها رعشة، المهم يعني قالت لي قولي لي خليه يوديني فين، قال لها انا اعمل لك ايه يعني، قالت لي خليه اروح حته، وديتها للمستشفى. فهو كلمني قال لي عندها اشتباه كورونا، قعدني يومين في البيت. الكلام ده كان امتى؟ هي الكلام ده كان يوم 5 و6 اغسطس، لحد يوم 7 اغسطس لما هي كلمتني وقالت لي لا انا مش قادره، هو مش عايز يعمل لي حاجه، هو مش عايز يخدمني، كورونا مش كورونا تعالي لي. قلت لها انت طالما تعبانه كده انا هتصرف وهتشقلب هدخلك مستشفى. المهم اتصرفت ودخلتها مستشفى. دخلت تقرير مبدئي انا بعتاه بتاعها، مكتوب ان كدمات وسحاجات في الدراعين وقصر الدعاء اصابه. وهي قالت لهم، وهي في العنايه المركزه قالت لهم جوزي ضربني، دراعها كان بدا يورم جدا، بعدها بيوم بقيه الجسم بدا يتورم كله، وجالها التهاب في الاوعيه الدمويه وتخثر في الدم وتلف خلايا الرئه، وتوفت في خلال بالظبط 48 ساعه. انا اخر وقت دخلت لها قبل الوفاه بساعة ونص تقريبا، كل كان بيقول لي اميره في كوما، بس اميره فقت لي بالظبط 3 ثواني، رفعت جسمها كله من على السرير وقالت لي ولادي كلمه، وراحت وقعت تاني مكانها، وبعدها ما اتكلمتش مع حد خالص. مفيش ساعة ونص تقريبا وهم اعلنوا الوفاه، انا كنت تحت اصلا لما حسيت بدربكه، نزلت رجلي ما شالتنيش تقريبا، حسيت بنفس الوقت اللي اميره توفت فيه. فما جم بعدها ب5 دقايق بالظبط بيعلنوا الموضوع، عن حاجات لي حاله هستيريا طبعا في المستشفى والصريخ متواصل. وطلعت بعدها بساعه بصيت عليها، فالممرضه اكدت لي ان جوزها اللي عمل كده، وكان التقرير الطبي اللي راح لشركة التأمين اللي بتحاسب على المستشفى، ما سألوا المبالغ الكبيرة دي كلها ليه، قالوا لهم الست اللي جاية لنا دي واخدة علقة موت. علقة موت اتقالت كده. فكان في منهم أصدقاء اتصلوا بيا قالوا لي أختك واخدة علقة موت ازاي، احنا عايزين نفهم ايه اللي حصل، ازاي أختك واخدة علقة موت. من هنا انا بديت اشك في الموضوع مع التقرير اللي انا شفته الاولاني، لان تقرير الوفاه اللي طلع ولحظه الوفاه وفاه طبيعيه. فطلبت تقرير تفصيلي من المستشفى، رفضوا وقالوا لي لو كده بلغي المباحث. بلغت المباحث وطلبت دكتور من الصحه، وجبت الناس دخلوا كشفوا عليها، بتاع المباحث دخل وخرج قال في ضرب قديم وضرب جديد. ضرب قديم وضرب جديد، قال لي في ضرب قديم وضرب جديد، وقبض على الزوج في ساعتها. وجوزها كان فين وقت الوفاه؟ كان واقف بره بره المستشفى، راح قال في الشارع بالليل للناس كلها ان هي توفت بالكورونا، وجاي بقى على ان هي ميته بالكورونا. يعني كان عامل يعني رد فعله كان ايه؟ لا انا يعني ما شفتوش هو بيتقبض عليه، هو قعد يعيط شويه ويا ريتني كنت انا ومش عارف ايه، وحبه حاجات كده اتعملت بالليل قدامي. وما فيش ربع ساعه يليها على طول كانوا عايزين يدفنوها بالليل الساعه 10 بالليل، يعني هي ميتة 8، جايين بيقولوا لي كرم الميت دفنه وبكره حر، احنا ندفن دلوقتي. قلت لهم ازاي؟ هتبطلوا تصريح ازاي؟ هنتصرف هنتصرف. كانوا عايزين يدفنوا بالليل. والصبح اما جيت قبل ما اطلب التقرير التفصيلي بقى واجيب الصحه واجيب المباحث، كانوا رافضين يدخلوني الغسل،
كانوا عايزين يدخلوا الزوج هو اللي يحضر الغسل، وقالوا لي انت اختها شرعا ما تخشيش. قلت لهم يعني ايه شرعا؟ ده انا شرعا والله قالوا لي كده. قلت لهم ازاي يعني شرعا؟ انا مش فاهمه ازاي شرعا، انا اختها واعتبر انا المحرم بتاعها يعني بالنسبه لها من طبعا من العائله، انا اللي اخش والزوج ما يخشش، هي كده خلاص. ما عملتش غسل، انا جبت المباحث وهي وفي اليوم دوت اميره باتت في ثلاجه المشرحه بتاعتي. احكي لي حكايتها، يعني اميره كانت اتجوزت ازاي؟ قصه حب؟ كان زميلها في الجامعه، وبعدين لما خلصوا الجامعه كل واحد طبعا شاف طريقه، وبعد ما خلص جيش رجع هو تاني عايز يتقدم لها. المهم اتقدم لها، كان بعد وفاه والدتي. انا كنت شايفاه ان هو عصبي ومتهور وبيقفل في وشها التليفون، ويعني ليه تصرفات كده ما توحيش ان هو يبقى قد المسؤوليه، وبيزعق كتير وبيتخانق كتير وبينكد عليها كتير. فكنت شفتوا اي عنف قبل الجواز؟ انا ما شفتش ان هو ضربها ولا عمل اي حاجه، لا قبل الجواز ولا وهي متجوزه ما كانتش بتقول ان هو بيضربها، لكن هو كان عصبي جدا، يعني ممكن يقفل السكه في وشها ينكد عليها بكام يوم، لو ما عملت حاجه عكس اللي هي قالته يبقى يوم ما طلعتلوش شمس يعني. فده بالنسبه قبل الجواز، غير مناوشاته وخلافاته بقى، العفش مش عارف ايه والحاجات العاديه اللي بتحصل بين الناس دي. وبعدين حصل الجواز. اتجوزوا قعدوا متجوزين قد ايه؟ اميره متجوزه 15/8/2017، اتوفت 9/8/2020. ثلاث سنين؟ ما كملتش ثلاث سنين اميره. نفس شهر جوازها هو شهر موتها. عندها بنتين توأم والدهم في 2018. هل كان بيضرب البنات يعني؟ كان بيضرب البنات، وعنده فريده كان جاي لها الالتهاب السحائي بتاع المخ ده السنه اللي فاتت، والمفروض ان هي ممنوعه من العنف. انا قدمت التقرير الطبي لحضراتكم بتاعها بتاع حالتها، ممنوعه من العنف، ممنوعه من اي توتر من اي حاجه. فريده اللي كانت بتتضرب يوم علقه الموت، واميره حمتها وفادتها. انت عرفتي القصه دي منين بقى؟ هي بعتت لاصحابها قالت لها كان بيضرب البنات وضربني، ودراعي اتجزع وبقي مفتوح، وانا وانا وانا. دي رساله جات لي من صاحبتها المقربه ليها، بعتتها لي على الواتس. وانا في المباحث بقى بعد ما بلغت، ما بقول لهم انا اكتشفت انها مضروبه، قالوا لي ما هي مضروبه، وراحوا باعتين لي الحاجه على الواتس فعلا، وانا قدمتها للمباحث. والشاهده بقى اللي هي كانت بتقولها طنط جابته وصالحني ورجعت البيت بالليل، فجبنا طنط دي عن طريق موبايل اميره من رسائلها، المباحث جابتها. والست بقى حكت واقعه الضرب بالتفصيل في المحضر النيابي. بس فقالت ان هو كان بيضرب البنت علشان كانت بتاكل حاجه وقعت الاكل على الارض، مسك البنت يضربها، فدي دخلت تلحق البنت، وكانوا قاعدين بياكلوا على ترابيزه صغيره زي كده. المهم ما تلكيش دعوه ببناتي، سيبي بناتي، ما تدخليش بيني وبين بناتي. وراح قلبها على كنبه زي اللي انا قاعده عليها ديت، ونزل ضرب في دراعها قدام البنات. قدام البنات دي القصه اللي حكيتها واحده صاحبتي الشاهده اللي موجوده في المحضر النيابه. جارتها يعني اتدخلت عشان لا، جارتها اللي ساكنه قدامها قالت نفس الكلام، والجاره دي اللي بتحكي الاساسيه هي اللي جت فتحت لاميره، لانه بعد ما ضربها قفل الباب بالمفتاح ونزل قاعده على القهوه. فهي كلمتها على التليفون الحقيني يا طنط، فانا عايزه اروح لاختي، انا عايزه امشي. فاللي حصل ان هي ايه، بيضربهم بايه؟ بايده ولا بيضرب بيستخدم حاجات ولا ايه؟ انا ما اعرفش بيضرب ايه، بس التقرير بس العنف ده الشديد اللي يؤدي لغالبا نزيف داخلي. لا مش نزيف، اميره جالها تحلل في العضلات الهيكليه لدراعها الايمن دوت، سوائل العضلات نزلت على الجسم، عملت فشل كلوي وتلف في الرئه وتخثر في الدم والتهاب في الاوعيه الدمويه، واثر بقى على المخ وعلى القلب، وقلبها طبعا ما استحملش، توفت في خلال 48 ساعه. التقرير الشرعي بيقول ان اميره مضروبه بجسم صلب رد هو اللي عامل الاصابات. طبعا ده مش ضرب ايد، ده ضرب بحاجه جامده يعني، ده اللي متقال في رجل، ترابيزه، ده اللي مكتوب يعني، كرسي او حاجه، لان بعض الناس برضو في الشارع قالوا ان هي كانت مكسور عليها كرسي، فده من بعض الحاجات اللي قالوها يعني ان هو كسر عليها كرسي. اسماء البنات فين؟ معايا. جبتهم، بس جبتهم بصعوبه، هم قعدوا كام يوم عندهم هناك، ما كانواش عايزين يجيبوهم. انا اصريت ان اهله فين؟ موجودين، بس هم مش شايفين ان ابنهم غلطان وبيدافعوا عنه لحد دلوقتي،
وشايفين انه ما عملش حاجه، وشايفين ان هما كانوا بيحبوا بعض وان هما كانوا سعداء وان الحياه كانت جميله وان كل حاجه كويسه. مع العلم انها كانت بتشتكي لاصحابها بس ما بتشتكيليش كعاده السيدات. تفتكري ليه كانت بتخاف تشتكي لك؟ عشان الاسره يعني. والدتك عايشه وكده؟ لا، والدتي متوفيه وانا اللي متجوزه اميره. لا، هي كانت بتخاف تشتكي لي علشان البيت ما يتخربش. خايفه تتطلق. خايفه تتطلق وخايفه بقى عشان بناتها واصحابها كلهم يقولوا لها استحملي وعشان بناتك ومعلش. يعني وقت الوفاه ما كنت انا واقفه قدام المستشفى، كذا حد من صديقاتها اللي معاها في الشغل بيقولوا ربنا يسامحنا احنا اللي قلنا لها استحملي. يعني احنا قلنا لها ما تتكلميش، احنا اللي قلنا لها عيشي، احنا اللي قلنا لها ما كل الرجاله كده. يعني ما كل الرجاله كده. دي حكايه اميره بالمختصر. البنات شافوا امهم بتتضرب وبعدين امهم راحت. نفسيه البنات بقى اخبارها ايه؟ البنات بيتعالجوا عند دكتوره نفسيه دلوقتي للاطفال. واللي ودتني ليها الدكتوره بتاعه المخ والاعصاب بتاعه فريده، يعني هي اللي قالت لي لازم يروحوا للدكتوره. هم بيتعاملوا بعنف اصلا، بيعيطوا كتير جدا، بزن ممكن يكسروا اللعب ويعملوا اي حاجه تلاقيها اتمسكت واتكسرت. عندهم حاله هلع، لازم عشان تنام لازم تبقي واقفه بيها وشايلاها وتفضلي رايحه جايه بيها في البيت على ما تنام. عندهم كام سنه؟ سنتين واربع شهور. اتنين توأم عندهم سنتين واربع شهور، فريده وفيروز. يعني اكيد حاله العنف اللي هم اللي شافوها واللي عاشوا فيها اثرت عليهم بشكل كبير. انا عندي واحده منهم اول ما جات لي كان اي حاجه تتقلب او اي حاجه تتكب بتحط ايدها على وشها وتقول لك ضبي لا قلم لا. هي اللي بتتكلم مكسر فتحط ايدها على وشها كده اللي هو ضبي لا قلم لا. والتانيه راحت جايبه هدومها لقيتها بتمسح الميه اللي اختها قلبتها عشان خايفه لحد يضرب اختها. دي اول حركتين انا شفتهم معاها. رعب. هلع مش رعب، بيبقى يعني وهم بيناموا ويصحوا عندهم كوابيس بصريخ لازم تفوقيها وتشوف ان انا اللي واقفه قصادها عشان تعرف ان انا اللي موجوده عشان تهدى. بيسالوا على امهم؟ هم طبعا صغيرين يعني. لا، هم سالوا بس يعني هي خدت كام يوم الاول خايفه تسال خالص. وبعدين لما جت سالت قالت لي ميرا فين؟ فانا رديت بالراحه. اول مره سكت ما ردتش، بعد كده رديت بقى صاحبتي دكتوره نفسيه قالت لي لازم تردي عليهم وما تقولي لهاش مسافره عشان ما تفضلش مستنياه وفي حاله انتظار دائم. قلت لها حاضر. قلت لها مش هتفهمني؟ قالت لي لا ردي بالراحه وفهميها انها مشيت وانها بتحبها وانها وانها. قعدت اكلمها شويه، البنت الاول ما عجبهاش كلامي وبعدين لقيتها جايه بتقول يا ماما، وبعدين خدت الموبايل بتاعي وقالت لي طلعي لي ميره ان هي عايزه تشوف صوره اميره على الموبايل. فهي بتشوف صور اميره على الموبايل وبتصبح عليها الصبح وبتبوسها وما بتشوفها كده بالصدفه قدامها تقول لي ميرا حبيبتي. وهذا ما انا فيه يعني زي ما بيقولوا. وانت اللي بتربي البنات؟ انا اللي بربي البنات زي ما ربيت اميره لما كانت صغيره. انت عارفه زمان كانوا بيقولوا الكبير بيربي الصغير، فكانوا بيسيبوا العيل الصغير لاخوه الكبير يبقى بقى هو لعبته وهو اللي بياكل ويشرب ويحميه ويعمل كل حاجه. فده اللي انا فيه. سمعتي متجوزه ولا؟ انا متجوزه وعندي ولد عنده سنتين برضو اكبر من البنات بشهر. وانا اللي متجوزه اميره وانا اللي كفنت اميره ورحت دفنت وعملت كل حاجه. شيء صعب. صعب. الحمد لله. الحمد لله ربنا.